البدري حماوي يا غالية، هلا بيك والله. هلا، الضو نعيم. هلا بيك أخونا أبو بكر، حبابكم والله. أسعد الله مساءكم بكل خير. عامل راسك قوي، الجيزة بكمل فهمك، الجيزة بكمل فهمكم يا فلول الآل دقلو. عاملين في أرسنكم قوية، كذب كملتم، جري كملتم، سواقة كملتوها، سيطرنا سيطرنا، حررنا حررنا، نرفع التمام للغاية، الغاية ما معروف وين، ما معروف في السماء ولا في الأرض، نرفع التمام للغاية، حررنا حررنا، سوينا سوينا، والله نقاتلوكم مية. داك صاحبك الفلنجاي بتاع داك اسمه سليمان فيناي ولا سليمان منو ما عارف، قال يا اخ والله العظيم احنا حنقاتلهم، قال 100 سنة، الله ما عدى عليه اسبوع الا وهلك اتجغم. في كمان عندهم واحد اسمه قاسم، قاسم ما خلى عربية بتاعت مواطن كده ما نهبها برضو، قال والله العظيم القضية لو استمر 7000 سنة، 7 أسبوع 7 يوم ما تم ما يترفع. محمد اللمين مع المجهوم البيشي برضو قال قضيتنا دي والله العظيم ان احنا ما حنرجع عنها، وقال التحية للمشير وقول ارمي قدام، لو 700 سنة ما تم اسبوع انجغم. البيش عمل له تسجيل كده شابك لك الناس اكلنا حلوة ما من اباوك تمر في النهاية بلع المر وانجغم. عبد الرحيم ده قالوا بتحاربنا ليه يا برهان، ليه يا برهان بتحاربنا ليه، نحن عملنا لك شنو؟ تزول ما جيت القيادة كنت داير تعمل شنو هناك؟ ماشي القيادة كنت داير توجب هناك، ما ماشي داير تستلم البلد. وين هسه عبد الرحيم ده قالوا وين؟ صيج. حمدتي وين؟ صيج. عثمان عمليات وين؟ صيج. عصام الدين فضيل وين؟ صيج. علي فضل وين؟ صيج. ادم طبك اخو الوهم اللي اسمه طبيزة بتاع المجموعة التامنة وين؟ صيج. امبيل وين؟ صيج. سافرنا وين؟ صيج. كذابين يا جيش قاعد يا زول، انتوا صيدتوا يا جنجة يا ميليشيات يا كهن، صيدتوا ما بتقاتلوا الجيش والله العظيم، قلنا لكم وتعرف بنقول لكم وتعرف بنعيد لكم، جيشنا ما بيتقاتل لكم رغم الإعلام والقروش الكثيرة اللي دفعت فيكم، والله القروش دي لو كانت دفعت في الرجال كان والله أنجز المهمة، لكن ولا زايد دي دقسوا، القروش دي دفعوها لناس ما بصبروا للأسف، بيصيجوا ناس 5 دقايق تحت 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 كده طوالي بيصيجوا، ما عندهم أي حاجة، أجبن بشر على وجه الأرض الماليشيا ومنتسبين الماليشيا، حتى سبحان الله سبحان الله، حتى الناس اللي ملمهم ذاته بعد الأحداث دي
وفتحوا لهم السجون، جابهم برضو ناس معروفين، ناس جبنة وما ناس ثبات وما عندهم اي حاجة. طيب حبابكم يا اخوانا، الناس وصلت 2000، ال2000 دي دار لنا منكم 1000 شير على السريع، لايك شير ده المطلوب منك ملصقات على السريع عشان نحمل بس البس ماشي كويس المرة دي، يعني ما هيتضرب ان شاء الله طالما انكم موجودين. فالف شير كده على السريع عشان نبدا نخش في التفاصيل ونبدا نطرش او نبدا يعني نخش في النظيف وفي الغريق الكلام الباب الجنجة، عشان ما ننسى يا اخوانا ليلة الجنجة عندهم واحد اسمه سبحة زين سبحة جغما في جنوب في جنوب الخرطوم، هذول تابع لجلحة، قيادات جلحة بتصاقطوا الايام دي، الايام دي جلحة ده والله الناس شاهدين عليه حملة عديلة. هسي عندك زين سبحة ده جلحة، كلامي ده بوصلك، زين سبحة زولك ده انجغب اتحداك. سلو بتباشر حبابك والله مرحب بك منورة، اتحداك اقسم بالله العظيم يا جلحة، زولك زين سبحة جغمه مخالف تعليمات، قالوا مخالف تعليمات. انا ما عارف يعني الشغلة دي بزلة على ناس جلحة ولا كيف، انا ما عارف ليه الاضطهاد البد عرض له جلحة الايام دي والتهميش والتقليل من مكانة جلحة ده شنو ده؟ ها وكمان عندكم النغيب بيغادب هناك يا فلنقايات المليشي، عندكم نغيب مسكوه في الضعين، نغيب ربطوه بجلده فوق لحد الان ولا فكوا لكم رغم فيديوهاتكم دي، دي اشارة واضحة بمعنى انكم تتحركوا كلام سامي ما بينفع، ما تجي تعمل لنا فيديو تقول لنا قال والله العظيم احنا اديناكم 25 ساعة، 25 ساعة دي كيف؟ يشتغل شغلك ده نغيب كامل مسكوه ربطوه حبل ورابطينه طيارة قامت، كلامي وكلامك اقسم بالله نغيبك مربوط طيارة قامت، مربوط طيارة قامت عديل، وعندك ترنقاعة برضو السيد العميد ترنقاعة الهالك يا غما في الضعين، يعني الشغلة دي بس ضدكم انتو، سيدنا لو كان من ملاك الميليشيا دي كان في زول جغمه، فالشغلة دي جرحة كده ما بتجي والله، انت زول غايد لك مكانتك ولك تاريخك القتالي و داقشنا في الصحراء دي لما قلتها ما داير، كيف يعني يوميا قيادات الليلة زين سبحة وعندك ترنقاعة ولهذا بهنول أبو الجود، معقولة؟ معقولة يا المشير جلحة وبعد ذاك طلعوك زول مرتزق ساكت يعني ما لك أي قيمة ولا لك أي لزمة رغم فصاحتك وسواقتك الكثيرة وصواتك اللي قاعد تسويها دي طلعوك زول ساي، فالحق نفسك يا جلحة ورجع مكانتك وهيبتك بين جنودك بين أشاوسك ناس أنباغة، والله نحن مرضينا لك رغم اختلافنا معك، الناس زي مسحوبك البلاط والله مسحوبك الواطع عديل كده، فاشتغل شغلك يا سيد جلحة سيد المشير جلحة. اخويا الناس اللي قاعدين في اللايف ده، اللايف ده لسه الشير ده وهمي جدا جدا، الناس شير عشان ندخل في النقاط دي، لأن ما شاء الله تبارك الله بشريات تقيلة، سلاح المهندسين أبطال العمل الخاص المهندسين، شغل بجابسي كده كتامي، معركة دورت جنجة صيجو عشان تعرفوا، لما نحن قاعدين نتكلم هنا نقول لكم يا اخوانا الناس زي عبارة عن إعلام سايد، ما بتصدقونا ما بتصدقونا، الناس زي اللي ما عندهم أي ثبات يا أخي، ولا بجيفوا ولا بكاتلوا ولا هم من رجال القتال، الناس دارين عمليات أرضية بس أقسم بالله العظيم تعليمات فقط، ما عندهم حاجة، عملية هي بسيطة ما تمت ساعات، أنا دي صيّو مواقع أساسية أكثر من 4 مواقع أقلها منهم، دي معركة المهندسين اليوم يا إخواننا، ده شغل اليوم شغل قام. نادي ساقوم سواقة بتاعت ضان شغل ما فيه أي ثغرة، تكفيل زي التكفيل، اشتغل في مقرنفات أربجيهات دقوم لك دق كده لما قالوا ما دايرين، ساقوم لك سواقة الضان قائد المجموعة ذاته
القطاع اللي هناك ده كبرها واستلموا عدد من العربات وعدد من الزخاير وعدد من الكشوفات، وفي بعض المدعوين برضو استلمون في كشوفات، وحتى في بعض من في واحد دكتور معلومته برضه ظهرت بياناته، ما هذا اللي بيشتغل بيتحد بيتحد بيتقبض يعني، بل لهم لك بل زي البل. وده الشغل على نحن اصلا متوقعينه وراجينه متعشمين فوق من ابطال تكساس، شغل بحرفنا شغل بحرفنا، جنجة نايمين قاعدين ما جايبين خبر ولا ذاته، متوقعين ان الشغلة دي تجيب، ما عارفين هذا الشغل اللي جات من انصيه، ما عندهم اي حاجة يا. ما عندهم اي حاجة الناس زي لازم، والله العظيم اقسم بالله العظيم لك بتاعت هناي بس بتاعت قيادات، لكن والله النازل ما عندهم اي حاجة، كضابين ساكت كضابين النازل، والله لو شافوا كاكي ساي بقوموا بعرضوا، لو شافوا كاكي بس بعرضوا، ما عندهم قدرة ذات للقتال ولا عندهم معنويات، وعديمين الخبرة يا اخي، مصنفرين لملموهم يا اخي، كاتلوا جيش عمره 100 سنة، يكاتلوا جيش عمره 100 سنة لملموهم من ما في جابهم، ما هم منو يعني نجادين وما عارف ناس التكامل، وجزء من الناس الشقلة وجزء من الناس ناس جاهم دخلهم ديل، طلع لنا الإشاعة قال لك يا أخي والله العظيم ما عارف الجنجة دخلوا، ما عارف قوات كبيرة بتاع شنو، بس الناس دي صيجة يا زول قدك قول ليلة 6-0 المهندسين، نجمة الإنجاز الليلة الأبطال المهندسين باللي عديل كده سواقة في الواطدي ساقوم عملية نوعية مكتملة برضو. تحية للستيك لعب دور كبير جدا جدا، تحية للستيك اها، تم نشر عدد من القناصة في مواقع جديدة، جنجة لقيتوها كيف، وتان اي تسلل او اي محاولة بتاع التسلل، ما دار اقول لك جنجة شافت، لانك انت اساسا ما بتكون عارف يعني شو شهادة، لكن والله العظيم تمام كده رفع دنيا زايلة، بسم الله حطوا لكم ناس عمار دير والله يدوك لها في عينك والله العظيم، التحية لكم يا ناس، سكساس مبروك، عقبال ما تسحفوا لنا كمان جنوبا كده وترفعوا لنا تمام صالحة وتصلوا لنا الصلاة الطيبة طبعا مصطلح بيعرفوا العسكريين، تصلهم لنا بغاية ترفعوا لنا تماما بهناك سواقة بالخارج، أقسم بالله ما عندهم أي حاجة، هسه على الأقل خلوا المتحركات دي بس توجه يقولوا جنوبا، هسه لو ما تماما ترفع. طيب قارب مدرمان برضو بغاية عندك ناس أمبدات محور أمبدات الطريق إلى سوق ليبيا برضو في شغل لكن على خفيف، نطمع في المزيد، دايرين بل زي البل بتاع ناس المهندسين بتاع اليوم ده يا اخواننا، ده الشغل اللي احنا بنعرفه، والله العظيم انا قلت خلاص دي تاني ما منا رجعه، يا سعادته يا اخي بعد كده ما رفغا بناس مدرمان يا اخي، نزل والله صبروا وعانوا، فك القشم ده خليه قاتل النازل، فك الجهاز فك الطيره فك الجماعه دي خليه يشتغلوا شغلهم، ما مارقين للموت النازل، فكهم يعني فكهم خليهم يشتغلوا شغلهم. التحية لهم والله شغل يرفع المعنويات، تلاقي الجماعة زخايرهم قاعدة، زخايرهم جاروا خلوها يقول لك احنا جاهزية، احنا ما عارف جاهزية قبل الفجر ينادي، وانا كله طال السواقة بالخلا جاهزية ايش نازل، قوم شوف شغلتك وين نازل، ما عندك اي حاجة. التحية لأبطال تكساس نجمة الانجاز اليوم من نصيبهم، معركة والله كانت قوية جدا جدا يا اخواننا، الحق يقال ان احنا زول بيشتغل ده بنديه حقه، والله اللي اشتغل ده بنقول عليه اشتغل، والرقد ده بنقول عليه رقد، ودائما قشوبنا التحت ديل ما عندهم اشكالية، نازل منتظرين التعليمات، اتحرك اجغم ما عندهم اي عوجة، لكن الحمد لله رب العالمين شغالين. طيب الخرطوم، مطار الخرطوم شايف فلول دقلو القحاطة
هل كانوا عاملين فيها سوار مع ان الثورة بريئة منهم، ولا سمع بالثورة حقيقتهم انكشفت؟ زعلوا كبير من الموضوع بتاع الفيديو بتاع الجيش، يعني حاولوا بأي شكل من الأشكال يبيشوا الموضوع، يقول لك قال والله العظيم الجيش هناك ما في. واحد قال لك قال يا أخي والله العظيم قاعدة جوية، وقاعدة جوية فيها طيران مدني، قاعدة جوية عسكرية فيها طيران مدني. بالله ده فهم ده يا اخواننا، عشان تعرف انه نازل قلت لك وهو زاد، يعني انا ما عارف، يعني سبحان الله. نحن دائما كلمناكم يا اخواننا الناس الداعمين للجيش دي، اي اخته اعلام الجنجي، اعلام الجنجي منو؟ صفحات القحاطه، صفحات القحاطه اللي كان زمان عاملين فيها سوار اسمه كذا جنجي دي، اخته صفحاتهم ده اعلام بتاع جنجي عديل كده، بل واضح في زول بيبيش لك نفسه شغالين دعايه عسكريه للميليشيا، فيديو عديل عساكر مشوا وخشوا، تيجي تقول له قال والله العظيم النازل من الاتجاه كده ومن الاتجاه كده، وانت اللي قال لك منه انه الجيش ما قاعد يصل المنطقه دي، اللي قال لك منه انه الجيش ما قاعد يمشي في الاتجاهات دي، كده سؤال، كده سؤال. هسه والله العظيم لو مال الخصوصيه انا والله اكشف لك اماكن بتاعت قناصين تحتار انت زاد، انت ما هو في راسك ولا شنو؟ ما هو في راسك انت ولا شنو؟ دي حاجه بسيطه جدا جدا يا زلمه، شفت فيديو ده حاجة بسيطة جدا جدا، الجيش عادي بيمرق وعادي بمشط وعادي دي ولا هنا، نحن بس مصيبتنا الكبيرة كلها في القيادات اللي ما دارين يدوا تعليمات نهائية، الانفتاح دي مشكلتنا، لكن الجيش متى ما عايز يمرق بيمرق، داير يصور بصور، عشان ما تجد سوق الناس ساكت، الفيديو ما عارف شنو قاعد، هذا شوف شغلتك يا زلمة، شوف شغلتك والله جايز، اقسم بالله دار صلي حتى وصلها، فقد التعليمات، بس فقد التعليمات. انت يا جنجة والله العظيم اللي فيكم كملت، انا بقول لكم الكلام ده قلت لكم من اول يوم في المعركة دي، انجلت الخمسة يوم ده، انا قلت لكم شغلتكم دي طرشة، موضوعكم طرشة، قلت ناس فشلة، لو ما ناس فشلة بالاعداد دي وانطلقت من النقطة صفر، من النقطة صفر نازل، انطلقوا من وين؟ نازل ما جوا العاصمة، جوا العاصمة قاعدين، كان في مواقع مشتركة بس وفتحوا زخائرهم، اها كانوا وين يعني؟ كانوا برا الخرطوم، دي جيش على قنقر وفشلوا، يجي يقول لك قال والله العظيم احنا ما عندكم حاجة، الموضوع ده انتهى، الباقي ده تشطيب يا جنجة، والله الباقي ده تشطيب، ما عندك أي حاجة، مهما تشتغل دعاية عسكرية وتشتغل إعلام وحارب نفسية، بنجي ننفذها كده بس بلايف، بلايف بننفذك، ما عندك أي حاجة، كذاب ساكت، كذاب ساكت، طلع لنا من بيوت الناس في النقعة عشان تعرف إنه في جيش ولا ما في، فك الناس اللي أنت محتجزهم الآن ومستخدمهم كدروع بشرية ديل عشان تعرف في جيش ولا ما في، تملك للجيش داس في النقعة، خلي جاري متلبد لي جوا النسوان أرجل منك. تيجي تشبكنا ما عارف والله العظيم احنا وقنقر شنو، اقسم بالله العظيم اجبن ما مشى على الارض الجنجة دي. طيب وغير ده في عمليات بعد التمشيط تمت حول القيادة، شوف شغلتك، شوف لك شغل اقضاء يا زول. طيب بالنسبة لناس بحري، ما شاء الله تبارك الله الناس دي شغالين، شغالين ناس بحري ديل زي ما قلنا لكم يا اخواننا كلامهم براو، الناس اللي عاملين كنترول كامل، كنترول كامل، متى ما دارين يتحركوا بيتحركوا، ينصبوا كمين منصبوا، ما عندهم اي حاجة ولا عندهم اي حاجة ليزول، ما عندهم اي حاجة ليزول، بيشتغلوا شغلهم، وده اكتر ناس انا مبسوط منهم ومتكيف منهم، ما زحزحوا نهاية، مين بدل المعركة دي؟ ناس بحر ده اتحدى زول، يقول لي جنجة ده شايلة منهم دفاع متقدم، اتحداه اتحداه، اقسم بالله رغم الطلس اللي كان بيطلصوه القحاطه والسواقين، شاب قال لك ما عارف والله نازل دفاعاتهم اترخرخت ودفاعاتهم تكسرت، كله طلع كلام ساكت، كله كلام ساكت. الان بحري دي والله فقط العمليات الارضيه الكامله والاكتساح، توجيهات بس من السيطره، كله تحت يد الجيش، دار اتحرك الان ننظفه، اقسم بالله العظيم ما ننظفه،
الجيش خلى نازل قاعدين بفهمه بموافقته بمباركته. بقيت الجنجة الآن اللي قاعدين منتشرين في أحياء بحر ديل والله قاعدين بفهم الجيش بكيف الجيش. وده الكلام أنا اللي قاعد أقوله، قاعد أقول لك يا أخي المؤامرة ذاتها وده التقصير وده الشيء اللي بخلانا نحن نردم قيادات السيطرة. ما بقول يا أخي أكثر من 17 18 شهر أنت ما قدرت تنظف، ما في أي حاجة. دفاعاتهم القديمة دي وارتكازاتهم القديمة دي كلها انتهت، أسماء ارتكازات فقط، وأنت لسه قاعد محتفظ ليه بالجيش ومخلي الجيش وتشتغل لنا عمليات نوعية وتشتغل لنا شغل بتاع المسيرات. بخصوص المسيرات، مسيرات ما شاء الله تبارك الله الأيام دي شغالة شغل كويس جدا جدا. نجمة الإنجاز يا إخوانا للمسيرات بحري الأيام دي في عزيل، والله الأيام دي في عزيل عديل، ها عزيل عديل الأيام دي جنجة في بحري وعزيل منو ما بعزل أي زول هالفوت ساي. لا 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 قيادات 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 عديل كده شغل بتاع مسيرات. شفت ما تبقى من ارتكازات الجنجة حول الجيل دي والله بيعزل فيها تعزيل. هرايك شنو شغل بفن بأدب بأدب بالملي أهداف بدم اختيارها بعناية شككوا بقية الجنجة لك في نفسه. عشان كده الايام الجاية هتشوف استسلامات كتيرة وهتشوف ناس مرقوا يقول لك قال احنا ما عارف. وهسي في تواصل، هسي في تواصل وفي اتصالات في مجموعات دايرة تمشي تسلم. رايك شنو؟ بس بلبلة. انت ما عندك حاجة انت. انت ما عندك حاجة، انت شوف لك مراجعة ينجا. والله العظيم شوف لك مراجعة، انت موضوعك منتهي. بس الجماعة دي شغالين فيك بالمسيرات بس. يغم بالمسيرات. ها؟ قريب طبك. قبل يومين انت ما يغموا. عشان كده طبيق طالع ينفخ في قناة الحدث وما عارف محاولة اغتيال وندين وما عارف زعلان على جغم قريبه ده. ما عندكم حاجة يا زلفوي، ما عندكم اي حاجة. وانه ما عاد اسمه فتح الدروب برضو انجغم بمسيرة. فتح الدروب ده اكبر فرنجاي تابع لناس الجيل ديل وبتاع السعرات. قول له الفاتح فتح الدروب وزول اصلا متخصص في الصيجة. فتحيل ناس بحري عموما، فتحيل برضو في عمليات نوعية قاعدة تتم تكتامي شغل ليلي شغل ليلي. في ناس متخصصين في بحري دي في شغل الليل فقط، في بحري دي في ناس متخصصين في شغل الليل بل ولا ما بل. طيب جنوب الخرطوم، جنوب الخرطوم الليلة برضو في تدوين مدفعي استهدف تجمعات الجنجة، دمر عدد من العربات وقتل عدد من الجنجة. تدوين مدفعي دقيق، شغل بإحداثيات ما شغل ساي يا جنجة، ما شقتك بختك ساي، ما محل تصيب تصيب زي ما انتو شقالين بس جدعوا. لا لا ده شغل مختار بعناية، ما تقعد تتبكوا. تم بلهم بنجاح عمليات نوعية الأيام دي واقفة أرضية. احنا لو في حاجة بنقول لك ما في حاجة دي والله ولا ملزمين ولا بنكذب على زول ولا عندنا حاجة لزول. طيب نمرق من هنا مرة واحد نمشي اتجاه الجزيرة بغادي هناك. نعم في شغل لكن بطيء بطيء جدا جدا. اخوانا القيادة الان المسؤولة من العمليات بتاعت الجزيرة والمسؤولة من سنار وديل اخوانا نازل، والله القيادات الاشكاليه كلها في القيادات، الاشكاليه كلها في القيادات. انا ده سلاح جابوا لهم، سلاح جابوا لهم. هسه عندهم 23 ده توزع جنجة. والله العظيم وكتابي الكريم. جابوا لكم دواكم، انا الكلام ده مش قلت لك، 23 راقد جيش بس 23 ده انتوا عارفينه في تسللكم وتهوركم وسكرتكم. اللي بتجيبكم جارين نظام دارين تصور ده تاني جاكم 23 23 نير توزع توزع في كل الدفاعات دي المتقدمة لسنار. بعد كده تاني تشوفوا بل والله لمن تقولوا ما دايرين، تشوفوا بل لمن تقولوا ما دايرين. اشكاليتنا وخازوقنا الوحيد وانا دايما بتكلم فيه الربيع يا اخوان. انا ما قاعد اتكلم في زول، والزول ده بكون
شغال شغل. لا لا انا بتكلم في زول بسقرات بناء على تقارير، بناء على كلام ناس وزاد وقاعدين معاه. ما تفتكر احنا بنلاقي كلام من الميديا؟ الميديا دي والله ما عندنا معاه شغل الا من الواحد يقدر يكتب بوست تنزله لك، ما عندنا شغله مع اي ميديا. كلامنا من ارض المعركه اخواننا. الربيع ده الزول ده ما اهل المنصب ده ولا زمنه ولا زمنه. زول لحد الان موضوع جبل المويه ده ما دار يتحرك، ما دار يتحرك رغم انه جاهزيه فل. ما عارف اللي بيمنعه منه ولا المادي بتاع المادي انه ما يتحرك منه، لكن الان وضعه بيسمح له انه يتحرك. يا اخي اتحرك بجيش معين، اتحرك بجزء من الجيش ده. هسه جنجر قاعدين في جبل مويه الكم، تسريحهم شنو مقارنة بتسريحك انت؟ وهذا ما شغل بتاع عسكرية، ده ما شغل بتاع عسكرية. ما تقول ليه والله استدراج المنطقة دي انت كنت قاعد فيها، مركت منها ليه؟ قمت منها ليه؟ كده سؤال. قمت منها ليه؟ قمت منها وما قدرت ترجعها. عندك سنجة بيغادي هناك برضو فيها أكفأ الضباط وفيها أكفأ ضباط الصف وفيها أشرس الجنود، ما داير تستعيدها وترجعها ليه؟ هو ده سؤال بيطرح نفسه، سؤال بيطرح نفسه. نتكلم في زول الجماعة لا لما نتكلم فوق وزول ده هسه احمد الطيب لفينا كده جينا الجيش خطاه في تحقيق وهو معاه عدد من القيادات، كلمته انسحبته وانسحابكم ما كان مبرر. شوف زادوا الكلام كيف، انسحبتوا انسحابكم ما كان مبرر. كيف يعني انسحبوا انسحاب ما كان مبرر؟ انسحبتوا وما في زول اداكم تعليمات، بل انسحاب انسحبتوا وما قاتلتوا، بعتوا زي ود الطيب دول الناس اللي معاه بيقول لهم بعتوا يمشوا طوالي الدروة، يمشوا طوال الدروة. ده المفروض يحصل، اقسم بالله العظيم. لو 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 ان احنا عندنا قيادة رشيدة وهمة نهاية الجنجة دي وضباط يعني قلبهم على البلد في الظروف دي بالذات وصادقين فيما يقولون انه عايزين ينهوا الميليشيا دي او يقاتلوها حتى لو تستمر الحرب دي 100 سنة، لو ان احنا عندنا ضابط كده غيور على البلد اقسم بالله احمد الطيب ده ما كان قاعد لحد الان، ما كان قاعد لحد الان. بالمناسبة شفت القرى في الجزيرة دي كلها، الجزيرة والقرى اللي حول سنار والمناطق دي كلها، اي شهيد سقط في رقبة الزول ده، اي بيت حصل لها انتهاك في رقبة الزول ده، اي عربية اتقلعت في رقبة الزول ده، الزول ده أس البلاوي. الزول ده انسحب انسحاب يعني بيع، سلم النادي تسليم عديل. القوة اللي كان عنده دي كان كافية لإبادة الجنجة، كافية أقسم بالله العظيم لنهايتهم. القوة اللي كان عند الزول ده، الزول ده عنده فوق الكم 60,000 من مصنفرين لجيش لجهاز أمن لغيره، وعنده سلاح زي السلاح. تقول لك كان جاهز بيكون من كله ده، غير انه ده لو كان ثبت شوف كان الامداد الحاجيه من سنار ومن الدمازيغ ومن الاتجاهات دي، يعني ده كان نهاية الميليشيا هنا. لكن هذا ده ركب راسه يا زول، انسحب انسحب ولحد الان بحنسوا. ما عندكم اسباب؟ لا ما في كلام زي ده. زول ده يمشي الدروة بس، الزول ده يمشي الدروة، ما بنرضى والله العظيم بغير انه الزول ده يمشي الدروة، والله يمشي الدروة. وكان في حاجة أقعد من الدروة ذاتها تدعم الفوق، ما يقول لك انت ذاتي تستهبل ساعة تقول لي لا 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 لا، ده هم الاستهبال. الزول ده يمشي الدروة عشان يكون عظة وعبرة لغيره. الزول ده باع النازل وشردهم، باع معاديل مشارك في أي جريمة ارتكبوها الميليشيا. الآن الآن الميليشيا عايشة عايشة فساد في المناطق دي، قرية اسمها والدلعشة ولا اسمها جنون. الآن الميليشيا شوف ارتكبوا فيها كم جريمة وغيرها. هذا وصلوا لمرحلة انهم بقوا ينهبوا المواشي عديل، ينهبوا اي حاجة ينهبوها، حتى اكل الناس المدخرين بقوا ينهبوا، يستلموا الناس يمسكوا زول عديل يطلبوا فدية. ده كله بسبب منه، بسببه هو، بسبب القيادة اللي معاه بتاع الاستخبارات الجبان العفن
هل كان قاعد يتكاسل وما كان قاعد يرفع التقارير اول باول؟ وده ما بينفي ولا بيعفي السيطرة من المسؤولية. في تقارير كان مسبقة ان الزول ده شغله ضي وشغله ميت. انا الزول ده والله العظيم شفته كده، الزول ده نهائيا مركب لي في راسي، ما فيه كاريزما القائد، المقر واضح في وشه، الخبص اقسم بالله العظيم في وشه واضح، اصلا ما فيه كاريزما القائد ولا بيشبه القيادات، قاعد كاتل حيله وكاتل ضله، اصله ما كان مكانه الزول ده هنا. لكن نقول شنو؟ طيب لا رجع سنجا، لا رجع جبل مويه، لا رجع الدندر، ولا 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 دي تعليمات زاد منه الجيش اتحرك، الجيش لسه قاعد شغال مدفعيه وشغال مسيرات وشغال استعراض، بس قاعدين وعساكر مغلوب على امرهم منتظرين التوجيهات. ده هاي يعملوا شنو؟ يعملوا شنو؟ مع ان احنا ناشدنا كبار الضباط الموجودين هناك القادات الميدانيه ديل اشتغلوا شغلكم وارموا قدام، اقسم بالله العظيم الحاجة شايفينها مناسبة اعملوها، تعتمدوا لي على الربيع ده بتمسكوا الماسورة. طيب نمشي كده على اتجاهات بابانوسة. يا اخواننا بابانوسة انا داير اعرف بس الفرق بين ابطال بابانوسة وابطال سنار شنو؟ ما في فرق، انت عارف الاشكالية كلها تكمن في الغايد بس، الغايد بس. يعني الليلة معاوية ده لو كان في سنار ولا كان في الفرق الاولى نينجا ده ما كان خلاص درب رحلم وكان طارلم زي معاوية وزي درمود. هذا شوف معاوية ودرمود الان وضع في بابانوسة شنو؟ يا اخوانا الناس الشير شايف الله يبدا دق التراب، الله يبدا دق التراب، الناس الشير اي زول موجود في الله يبدا يشير. شير على السريع اي زول يشير اخواننا، دايرين حكايه بتاعت 500 شير كده على السريع عشان نقدر نحافظ على اللايف ده ونخش باقي التفاصيل. لسه عندك ابطال المشتركه بيغادب هناك برضه بعمليه نوعيه كده على خفيف، لقدوا الميليشيات درس لن ينسوه. واصلا كده كده ما عندكم حاجه يا جنجه، ما عندكم حاجه، ما عندكم حاجه، والله العظيم انتوا في الفاشل وحول الفاشل ما عندكم حاجه. يا اخوان النازل فقط اعلامهم قوي، ما عندهم اي حاجه، ما عندهم اي حاجه. هسه النازل من متى الاحداث الفاشل الفاشل وحنعمل وحنسوي وما عارف شنو وما عارف شنو، كله طلع صاي، كله طلع صاي، ما عمل اي حاجه، سايقنهم سواقه زي السواقه. ليله بعمليه نوعيه جرموا في عدد كبير جدا جدا من الجنجه ودمروا لهم اكثر من 7 عربه بعمليه نوعيه، شغل كده على خفيف. يعني جنجة سبحان الله ناس العمل الخازل ودا وما عارف هم دي الناس مشترك عمل خاص ولا كيف مشترك، ده اظن عندهم قوات اسمها تدخل ولا اسمها شنو كده ما عارف. دي الناس برنامجهم كثافة نيران بس بدقوك 23 كده لما انت تقول ما ده لما انت تصنقر ودش الخلع الجنجة، الجنجة ديل دار تخلعهم يتهور معهم بكثافة نيران، دار تخلع الجنجة ديل باقتهم وهاجمهم وعنصر المباغتة ده المفقود، المنفع علاوة السيطرة في عموم المحاور مش جزء من المحاور، في عموم المحاور العنصر بتاع المباغتة ده السيطرة ما مفعلاه، لكن استفادوا منه منه استفادوا منه ناس المشتركة، ناس المشتركة دي بمشي بهاجم النازل في محلهم، بهاجم النازل في محلهم، بقبضهم في محلهم، وده الصح ده الصح. الجنجاوي سهروا سجاده بس تزازبوا المزازة أهم حاجة، جنجة ده خليته قعد وارتكز وفتح فيديو وصور لايف الثقة بتكون عنده، لكن هبشت الليل وهبشت بكرة طالب صيد. أكثر ناس حريصين على الحياة دي وبيحبوا الحياة دي وناس دنيا وناس شوفون الجنجة ديل، والله العظيم حسنة المشتركة ديل عشان خلاها متفوق على الجنجة ديل شنو؟ ما لو حسبنا حسابات كده المشتركة دي متفوقة على الجنجة، استخباراتية متفوقة على الجنجة، عسكرية متفوقة على الجنجة، ليه؟ ديل مرتزقة عديم خبرة، ما عندهم تاريخ قتالي ده بالنسبة للجنجة، ولا عندهم ثبات ولا عندهم تنظيم ولا عندهم إدارة موحدة ولا عندهم قيادة موحدة. أتحداك هسه الجنجة ديل
تقدر مجموعتين كده ينساقوا مع بعض؟ لا نهائي، ما بيحصل ما بيحصل. تاني طالب شوف حقاره، ويوميا الناس دي بناتهم مشتبكين، لكن المشتركه وين؟ توجيهات كلها واحده، ترفع توجيهات بالجهاز كلها واحده. اقدم زول ده بقود نازل من 2003 قاعدين، الدولة دي كان بتحارب فيهم بطيران بجنجات ديل ذاتهم، جنجة ديل ذاتهم مش كانوا جزء من الجيش؟ والجنجة ديل أكتر ناس، الجنجة ديل أساسا ما دقوا بيل مع مع المشترك، عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأنه الجنجة ديل لمن ظهروا في دارفور ودهم دارفور هناك حاربهم بقى حارب جبان، ضغطوا ناس المشتركة بشنو بأهلهم، يحرقوا الغرى ويا يعني يفشوا قبيلتهم في المواطنين المشتركة، طلعوا منهم مشوا منهم بعيد حفاظا على أهلهم. لكن الآن الشغلة اللي من جد وبقت فيها قلع أراضي وبقى فيها استهداف مباشر وغزو مباشر، المشتركة دخلوا في المعركة، دخلوا فيها بالطول وبالعرض، وبقال لنا الجنجة تحداك والله العظيم يا جنجة اقسم بالله المشتركة ده من الحرب دي بدت ما دخلت معاهم جيم كده انتصرت عليهم، والله ما دخلت معاهم معركة كده انتصرت، طلص سواقة سايقينك والله لمن قلت الروب حيدوا لك كم قائد ميداني ابتداء من المجقوم الفلنقاية عليها نرقب بوين اسد ترقب بقاعد وين بعيد ابشوك كان بيتفاصح الدنيا الفاشل الدنيا الفاشل وين هسه؟ وينك ابشوك؟ وينك؟ ما تجي مالك؟ ما تجي قيادات يا اخي اعمارهم 26 27 قيادات ميدانيين مديرين الشغل اقسم بالله العظيم راسمين نفسه بعديل كده، تجي تقول لي قال جنجة يا كترت وجري بس. لكن المشتركة ده احنا ما قلنا لكم المشتركة دي ده المبيد حقكم يا جنجة والله العظيم، ولسه جايكم تقيل، لسه جايكم تقيل. بالمناسبة الشغلة دي حتنتقل، حتى شفتوا أفكاركم الجوا دي حتنتقل هسه ده لو جيت حسبت المشتركة في الصحراء دي لو جيت لعتادهم وجيت لعددهم كقوة كده مشتركة بتسليحة ما فاضية لك، ما فاضية لك ولا في مقارنة ذاته. فبعد كده التوجيهات المرتقبة، التوجيهات المرتقبة انه في عمليات بتاعت اجتياح كامل دي حتظهر في الايام الجاية، حتشوف بل تجاه الضيعان، حتشوف بل تجاه نيلة، حتشوف بل تجاه الجنينة، حتشوف بل اي حتة كنت شفت زالنجة المناطق دي كلها حتشوف بل، مع انه مسبقا زالنجة شافوا البل، شافوا البل كيف اي فزع جاي من زالنجة حاول يمشي الفاشل جاء غمان المشتركة دي وحيدوا قيادات. اي فزع اكتر من 56 قائد ميداني تبع الميليشيا دي حيدوا ناس المشتركة دي، جزء حيدوا الطيران وجزء حيدوا ابطال المشتركة دي. امسك من على يعقوب وانت نازل، والله دنيا زايلة زي دنيا زايلة. فموضوعك منتهي، شغال شنو؟ شغال تسلل، تسللاتك ذات الايام دي وقفت، شغال تدوين واستهداف مباشر للمواطنين، تتفاصح اسوار الفرقه وان احنا وجايينكم وما عارف طقع نظيف وطقع شين كله طلع السواق بالخلاص. هاي انت لا بتطقع لا بتواجه ولا بتشتغل زي الرجال، انت حكامه بس والله حكامه، ما عندك اي حاجه، ما عندك اي حاجه. الايام الجايه ان شاء الله حتشوف البلد صحيح صحيح. لحد هنا اخواننا ونقيف، ولا نلتقي غدا بإذن الله والناس تطمن، ومشتركة فوق مورال ترابورا. أوصيكم أوصيكم هذا الأهم حاجة يا أخواننا، كسبت النيران مشتركة انتم ما بوصوكم، ده طبعا شغلكم باللي راق الزخيرة راق ده، أمطروم النازل والله العظيم أمطروم صح، أصله ما تلاوزه تفتيش ساكت، شفت التفتيش ده دق كده لمن تقول ما داير. وفي عدة جديدة برضو وصلت للناس المشتركة يعني، متحركات كثيرة وصلت. اوه يا جنجي ولا دخلت في فتيل اقسم بالله العظيم، ها وان شاء الله تبقوا قدروا، مع انكم ما بتبقوا قدروا يا اخوانا. لحد هنا ونقيف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.